هل الزواج نصيب أو اختيار؟ نصيب واختيار، يعني أنت تختار، وفي النهاية لن تختار إلا نصيبك الذي كتب الله لك، هذا اختيارك أنت، فأنت تختار ما قدر الله تبارك وتعالى أن تختار، فكتب الله أنك تتزوج فلانة فأنت اخترتها، ولكن الله علم ماذا ستختار سبحانه وتعالى. إن كانت يعني هذه الزيجة استمرت واستقرت فهذا النصيب الطيب، وإن لم تستقر فهذا نصيب غير طيب، وتبحث عن امرأة أخرى وهكذا.